افتتح ليلة أمس جمهور مدينة تيزي وزو برنامج السهرات الرمضانية بسهرة فنية راقية أداها حكيم الأغنية القبائلية الملتزمة لونيس أيت منجلات على ركح قاعة دار الثقافة مولود معمري. أيت منجلات اللي يعتبر من كما قلت إيقونيات الفن القبائلي والفن الجزائري ككل، وشيء جميل جدا أن نبدأ كذلك سهرات رمضان الكريم بهذا الفنان الكبير. اللي دينا في الأول دروس باش هنايا قديم نسيكو غادي يغدي ربي سيزي الونس دا مزيغ نصح نحملي تيماراي كلي نوحد السي كاع تيماراي نس باش كي نوالي سي تون ابيتود الونس يسنو ما كل سكوس كاكيا كل راسني غادي نصور بيض الله عمري كي دي سلقي مربى من الزمور ان شاء الله. الونس ايت ماكلات سي تان كرون مسيو ما يقعدن تسد يسفرح الببليك كانت من هي صوزي لامار. أيقونة الطرب الأمازيغي يعود إلى تيزي وزو بعد غياب لمدة سنتين ليحتفل مع جمهوره بخمسينيته في عالم الفن بثلاث سهرات كاملة. 50 سنة من الفن، 50 سنة مزوري دالوني سيت منجلات دوين سيت مونيومون دا شونسون الجيريان دا شونسون امازيغ اون بارتيكولي نفرحين ديني مي يقبل كي العرض لنا ثلاثة انت مغربيين رادينين داك الفخان جلس دال مولود معمر. اما كنا تاسي يقولون مزر راسكي مزر مايلين تسد ويثور وثملال ذا الفرح أم قراني عندنا كاين انشتاقي يا كل جينيراسيون إلى ديتاسن ولا ذا قوم هذا كيكس والزمرضة ترنوض شي 50 سنة ترنوض 50 سنة نظام ماذا اللي بغي ماذا اللي بغي. ألحان عذبة وكلمات هادفة في سهرة فنية راقية ستبقى راسخة في أذهان جمهور ومحبي لونيس أيت منجلات.